عشتي في الخطر عاوتاني درناها بيك عيتي ما تهرب النوبة دابا راها فيك ومشيتي فيها وجيتي اليوم على رجليك ويه 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 مشيتي فيها ويه ويه بالضريبة خلصتيها أعزائي المشاهدين مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كاميرا خفية مشيتي فيها الموسم الثامن فنانة اللي جاية اليوم غتذوب في هاد الشمس ذوب في هاد الشمس مالها شكلاط فعلا الضيفة ديال اليوم هي الفنانة لبنى شكلاط وبيني وبينك كو كان كيبغيها ياخذها كيف ما هي مالها على من زينتها وريضة ومفتحة عاودي خليه يمشي عيب بعد مني خليني عينو بنتي في التقار وشكون اللي فهمك صاحبتي كيسحب ليها راسها جايه البرنامج تحدي النجوم ولكن هادشي اللي غيطرى ليها في الحلقه ما بينه وبين التحديات على الخير والاحسان رجاء يلا نوجدوا يلا نوجد التحدي الثاني اللي هو تحدي البنتبول مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم تحدي النجوم ومعي اليوم جوج ديال لي ستار ستار الاولى الاخت ديالي رجاء بالمير مرحبا بك الله يبارك فيك كي دايره لاباس عليك الحمد لله لاله يخطيك ضيفه ثانيه معايا الفنانه المتالقه الممثله لوفنا شكلاط مرحبا بك اختي بوكو كي دايره لاباس عليك صافا الحمد لله لي الشرف نكون معكم ونبداو باول تحدي الصراحه اول سؤال مع لوبنا شنو سر تالقك في مسلسل المكتوب تلقائيه خدمته بقلبي بيرسوناج عجبني كيفاش قبلتي بدور الشيخه في ذاك المسلسل وعلاش لي ما نقبلش الشيخه ماشي وحده من المجتمع ولكن واش المقابل المادي هو اللي خلاك تلعبي هذا ابدا لا ابدا ما كاينش هاد الهضره لا ما كاينش هاد الهضره ما كاينش كنشكرك على الصراحه ديالك كنحييك على هاد الصراحه لاله لبنى المهم الاسئله سالاو في جو مارح وعمر طرح اسئله حتى على رجاء باش لبنى تيق بلي راها في برنامج حقيقي ايوا ندوزو للتحدي الثاني الباب الفوت اللي فيه غنشبعو ضحك كان وعدكم هاد التحدي غتلعب فيه لبنى ضد رجاء وكل وحده عندها المدافعه ديالها الا مستعدين لبسوا ليا هاد الفقاعات وطلبوا التسليم ونبداو مشاهدينا الكرام سالينا من التحدي الاول وغادي ندوزوا للتحدي الثاني واللي هو تحدي البينتبول واش واجدين المحترف داني اعطى نصائح السلامه والامان دار ليهم داكشي ديال العسكر يا رب في السلامه خلينا رجاء لبنى يدربوا شويه على التير يا سلام عليك راك معلمه ايوا دابا جا وقت المعقول الجوله الاولى غتلعب رجاء مع لبنى ضد جوج بنات ونشوفوا اللي غيتاهل الدور الثاني طاسيون دي با 3 2
كيف ما فهمتوا الصوت الاول ربحت فيه رجاء ولبنى، يعني جوج بنات الاخرين تقصاو. ولكن قبل ما يمشيو طلبنا من لبنى نعاودوا اللقطه ديال الانتصار اللي فيها غيتيروا خمسة القرطاسات ويخرجوا يقولوا وي ربحنا، ولكن حنا موجدين لها مفاجاه. غتبقاي تيري 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 خمسة ديال القرطاسات وتقولي وي ربحنا، فرحانين ربحتوا صافي ببلاصتكم. Ils nous ont demandé, C'est pas ma faute, monsieur Denis. C'est pas notre problème là. C'est lui la fille, ça. الله يجيكم يا رجاء. دابا نقول لك دابا بشويه مدام فرح جات قالت للرجاء عاد ضربي 4-5 ديال الضربات وغادي توقفي هنايا. انا اصلا ما كنتكنضر، انا اصلا والغلط ديالك تقول لي على البلاصه اللي على لافوت. سمعيني لبنى شنو قال لنا دوني قبيله؟ قال لنا ما تقربوش لهاد البلاصه. واش انا ولا في ليكيب؟ راه ليكيب كامله مقربه لهاد البلاصه. واش انا في ليكيب؟ واش سمعتيني فاش قلتها؟ وشوف فاش قالها دوني. انا كنهضر على كل شيء، ما كنهضرش عليكم انتوما. انا دابا انا مخرجه واش دابا انا مخرجه ولا تعقل؟ واش انا هي اللي كنديريجي هنايا؟ صافي صافي لاله لبنى، ما تقلقيش علينا وحيدي هاد النظرات القتيله، راه مازال موجدين لك مفاجاه اخرى. اجي نكملوا الصوت الاخير اللي فيه انت غتلعبي ضد الدراجة، ولكن دابا كنوعدك انك غتكوني السبب في الكارثه اللي غطرا. الله يحضر السلامه وخلاص، وغادي نشوفوا شكون غادي تربح في هاد التحدي. حاول يا حاول لا حاول الحبيب. تعصبتي كاع، سالني اللي تعصبتي غنقول لك راك جالسي معنا في الكاميرا خفيه.
تراري ارو المارو المارو الماء 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 لا لا ما كاين والو لا لا ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو صحيني بزاف ما كاين ارو ارو كرسي كرسي حيد لي هذا حيد لي هذا عافاك حيدي لا هذا شي واحد يجي يعاوني ما نخليك الوالد مالي تخلعت تخلعت وكنت غاوتي عليا وكنت غاوتي عليا وانتي ضاربه ليا اختي وكتقولي غاوتي عليا بغيت ساعات تشوف حاجه ما نقدرش نشوف الدم انا فريمون ما كنقدرش نشوف الدم كيخاف من الدم بغيت غير تشوف ها هما المصائب ها هما المصائب ها هما المصائب فينا هو ها هما المصائب فينا هو عمرني عمري ما شفت مني تخلعت عليها تخلعت عليها تخلعت عليها تخلعت عليها نقول ليلى ما عرفتش نضحك ما عرفتش نبكي معاها كنت رعد كنت رعد شي تي فيها علي لبنى علي لبنى قضيتكم لا وعجبني الحال وديك اللعيبه ديال العسكر وجاي غدا بحال هكا ولا هذيك بوم قالت لي فرح لبنى وانا كنت بعيده ملي شفت الدم درت يدها بحال هكا وشفت الدم ناري تخنات ها بركات كتغوت عليا بغيتو عايش شوف خصو بغيتو غير يبردوا لقاو الحل كيغوت بغيتو نشوفوا الطبيب نعيطوا على الامبيلونس ديروا شي حاجه الحمد لله اللي طلعت كاميرا خفيه وما اديتهاش الحمد لله اختي على سلامتكم عشركم مبروكه يدخل عليكم الصحه والسلامه وباش ما تمنيتوا يا ربي ويخلي لكم كلها واحد عزيز عليكم وتحققوا جميع الاحلام ديالكم كنبغيكم بزاف برافو برافو لبنى